بص يا سيدي، صل على النبي الاول. انت عارفني بقى، انا بحب اجيب لك المعلومات اللي هي بمليون من الاخر، معلومه بجد 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 من الاخر. تعرف ان في فرق كبير جدا 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 ما بين بيبر وايه بيبر؟ بيبر اللي هو ورقه يعني. خلي بالك ان في بيبر ده فلفل اسود، ما لناش دعوه بيه، هنا في بيبر. ايه الفرق ما بين بيبر وايه بيبر؟ بص يعني مثلا انا عايز طب قول انت، فكر كده قول الفرق. فكرت، وقف الفيديو قول الفرق. ايوه هتقول لي بيبر يعني ورق، وايه بيبر يعني ورقه. خالص والله، ايه بيبر يعني جورنال، يعني جريده، يعني مثلا اللي نيوز بيبر. انما كلمه بيبر بس، بيبر كده بس، دي الورق. يعني مثلا نقول اي نيد بيبر ولا ايه بيبر ولا بيبرز تو برنت اون. عايز احط هنا كلمه انا محتاج ورق علشان اطبع عليه. اه تقول لي بيبرز ورق كتير. غلط غلط، بيبرز يعني جرايد، مفردها ايه بيبر يعني جريده. كلمه بيبر كده لوحدها بس يعني الورق، ودي كلمه لا تعد وبتعامل معامله المفرد. يعني هي تقول كده اي نيد بيبر تو برنت اون بس. مثلا اي ريد ا بيبر يسترداي، انا قريت جريده امبارح. اوعى تتلخبط ده، خليك عارف الفرق ده. ودايما تبص على اول كومنت عشان تشوف فيه شويه لينكات حلوه كده للقنوات الثانيه اللي انا عاملها. السلام عليكم.